رسالة إلى القائد محمد الضيف. يا ريح هبي لظى بالويل يا ريح، لسنا رجالا ولكننا تماسيح. ما عاد يخدعنا شجب وتهدئة وهدنة وإدانات وتلويح. ولم تعد تطرب الآذان موعظة وفورة وأكاذيب وتصريح. يا قدس يا درة الإسلام معذرة، فإنما الفارس الصنديد مفضوح. إخواننا وكبار القوم أشغلهم على الخنازير تحميد وتسبيح. وكالنعامة دس البعض هامته في الرمل يفضحه ذل وتسطيح. ما راعهم تلكم العذراء موثقة وعرضها لكلاب الأرض مسفوح. وهذه الأم يفري قلبها وجع وطفلها في ثنايا المهد مذبوح. رأوا البطولة والإقدام تهلكة والانبطاح ولين القول ترجيح. مدجنون عبيد عند سادتهم وبين أظهرنا قهر وتشبيح. فأسقط العهر والتطبيع أقنعة والكل بالعار موصوم ومفضوح. إن كان ثمة أقفال وأسورة فإنما بيد الله المفاتيح. ودفة العالم المأفون مائلة لكل مائلة يا قوم تصحيح. الحق يا إخوتي في الله منتزع ولا يكون من الأعداء ممنوح. قولوا لصهيون والطوفان يأخذهم، اليوم لا فلك تنجيكم ولا نوح. ولا عصاة ولا موسى ليضربها، فليس إلا تباريح وترزيح. هذه فلسطيننا ليست لكم وطنا، والقدس قدسي فداها الأهل والروح. أبا عبيدة أطلقها مجلجلة وأخمد النار بالنيران يا ريح. إن قالها الضيف فالزلزال منتظر، وليس بعد كلام الضيف توضيح. يا ريح هبي على صهيون عاتية، فاليوم نار أعاصير وتذبيح. اليوم نار أعاصير وتذبيح.